عنده برشا بوز اللي جاي مباشرة من إحدى وزارة الجرانيت. يحييكم ويرحب بواضع. إيه بضعة جديرة. إيه حي. خدواتي بضعة. هاليك البضاعة. مش عندي ولا خدي شعار. شعار الفكرة هذه تاع وزارة الجلالي كانت حلم الضائع. نتمنيها كانوا للروح نشري السلعة بريميام من لاسور سلاحة ونجيبها ونبيع موان شهر. أقول لعمي هاك البيضاء كيفاش علاش؟ يعني الجلالين هما يعني الطبقة المهمشة في الجزائر. ما لقاوش شكون اللي ديفوندي عليهم ولا يهضر عليهم ولا يعاونهم ولا يبوسيهم. كاع الوزارات عندهم الدراهم وعندهم الدعم إلا وزارة الجلالي. ما كاش وزارة الجلالي. المشي ما كاش وزارة الجلالي. الجلالين ما عندهمش وزارة وما عندهمش دعم. وهذه الوزارة سماها الشعب سماها وزارة الجلالين. من الجلالين وإلى الجلالين.